تتم التحضيرات لاستقبال المولود الجديد في عائلة تليليمير ونورسات، فالأولاد يملؤون المكان بضحكاتهم وحماسهم لإطلاق المحطة الجديدة الخاصة بهم. نوركيدز هي محطة جديدة من تليليمير ونورسات، محطة مخصصة بالكامل للأطفال ما بين 3 سنين وعمر 15 سنة. هالمحطة بتتميز أهم شيء بأنها محطة رقمية تفاعلية، يعني المحتوى اللي رح تقدمه رح يكون متوفر للأطفال بكل الأوقات اللي هن بيختاروها. رح يكون لها موقع إلكتروني في كل المعلومات اللي بحاجة لها، في كل البرامج اللي بيحبوا يحضروها، بيقدروا يفوتوا ينقوا أي برنامج بدهم يحضروه بأي ساعة وين ما كانوا بكل أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني كمان رح يكون فيه ألعاب، رح يكون فيه مساحات للتشارك للتواصل، ليحطوا صورهم، ليتعلموا ألعاب جديدة، ليوصلوا صوتهم، ليتعرفوا على حقوقهم. أهم شيء بالقناة هو توجهها التربوي والتسقيفي، واللي بيساعد الأطفال حتى يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم بهالحياة. رح تفرجي الأطفال المبدعين، رح تفرجي كمان الأطفال اللي عندهم معاناة، الأطفال يلي عايشين بالحروب بالنزاعات، كل الأوضاع يلي ممكن الأطفال يكونوا فيها. رح نجرب قد ما فينا نكون عم نسلط الضوء عليها بنوركيدز. مش معقول كم تحوي، كيف بدي تفرقوا بنهار واحد؟ شو عايز من نص لبنان؟ المطار؟ بدي عزبك تشيري ميدل إيست أي ساعة توصل؟ This is your captain. Thanks for choosing Middle East Airlines. والملفت في نوركيدز أنها تتيح الفرصة للأطفال كي يحضروا بأنفسهم برامجهم، ما يساعد على تحفيز الإبداع عندهم. بيميز المحطة إنه الأطفال هن رح يعملوا برامجهم، رح يكونوا هن معنا بلجان البرامج، رح يشاركوا بالإعداد وحتى تصوير برامجهم وبتقديمها طبعا للمشاهدين. نور كيدز محطة جديدة للأطفال، رسالتها إيصال صورتهم وصوتهم إلى جميع أنحاء العالم دون تمييز. هذه المحطة سيتم إطلاقها عند الساعة 4:30 من الأربعاء المقبل في مدينة الأطفال كيدز موندو قرب مجمع البيال، وذلك برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان.